معانا بقى على التليفون حتى نطلع على الفلوس. الحزمة دي حزمة ضخمة. العيال بتاعت الإخوان هتلعب لك في دماغك وتقول لك ده كلام فاضي، هقول لك لا دي مليارات. خليني هنا ناخد معانا دكتور أحمد سيد وكيل وزارة المالية. أهلا بيك يا دكتور. يوسف بيه، وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالصحه والسلامه. وسادة المشاهدين يا فندم، ربنا يعزك. اللهم امين، ربنا يخليك يا دكتور. احنا عارفين انه يعني احنا متقلين على وزاره الماليه حبتين. هو للامانه اولا بعد اذن حضرتك، اولا بشكرك على المقدمه الرائعه دي. العفو يا فندم. احنا ربنا حبانا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلا عينه على المواطن وحريص على ان فعلا يبادر بتقديم كل الدعم والحماية الاجتماعية، لأن الأوضاع الاقتصادية عالميا وتأثيراتها على اقتصاديات الدول ومنها الدولة المصرية تأثيرات قاسية. ولكن الحمد لله أن موجود سيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه. وزي ما سيادتك قلت في البداية أن هو حريص بالتعجيل باستمرار، يعني المعتاد دائما وابدا سيادتك ان العلاوات والزيادات بتكون في شهر 7، لكن فخامه السيد الرئيس بيعجل دايما، وبيزيد على ذلك ان هي ما يتم اقراره بنسب وبزيادات فعلا تكون ملموسه تخفف عن كاهل المواطن المصري الاعباء المعيشيه والاقتصاديه اللي شانها شان اوضاع دول العالم كلها. ولكن فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص ان هو فعلا يشارك المواطن هذه الاعباء في ان يدعمه ويحميه حمايه اجتماعيه ويحنوا عليه. زي ما سيادتك قلت، يمكن السنه اللي فاتت سيادتك كان تدخله كان في ابريل 23 بالتعجيل بعمل حزمه من المزايا لجموع المواطنين، قطاع عريض من المواطنين المصريين. السنه دي هو بيبادر اكثر، فبيقول في اول مارس 24 يكون في حزمه اجتماعيه هي الاكبر في تاريخ مصر ب 180 مليار جنيه بيستفيد منها قطاع عريض، سواء كان حضرتك العاملين بالجهاز الحكومي، اصحاب المعاشات، تكافل وكرامه، وكذلك حضرتك القطاع اللي هو الطبي وقطاع التعليم، والقطاع الخاص نصيبه برضه بيستفيد في ظل الاعفاء الضريبي. وفي نفس الوقت سيادتك بيركز على اصحاب الدخول الاقل، فبيرفع الحد الادنى بنسبه 50% اللي كان 4000 ل 6000 جنيه. ولو تسمح لي نستعرض كده ارجوك استعرض لي ال 180 مليار دول يا دكتور. اوامر يا فندم. العفو العفو. بدايه سيادتك، اداره دولاب العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الاداء الوظيفي كان بيتطلب ان احنا نحسن دخول الموظفين بالجهاز الاداري للدوله، وذلك من خلال تقرير علاوه دوريه بنسبه 10% من الاجر الوظيفي و15% من الاجر الاساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بحد ادنى 150 جنيه بدون حد اقصى لقيمه هذه العلاوه، وبتكلفه اجماليه قدرها 11 مليار جنيه سنويا. الجزئيه الثانيه هو تقرير حافز اضافي يبدا من 500 جنيه للدرجه الثالثه وصولا الى 900 جنيه للدرجه الممتازه، علما بان زياده هذا الحافز هي الاعلى في تاريخ مصر، لان كان الحافز ده بدايه تقريره كان سنه 2019 كان بدا ب 150 جنيه واعلى فئه قررت فيه كان للدرجه الممتازه كان 500 جنيه. لا، فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بان يكون هذا الحافز قيمته 500 جنيه للدرجه الممتازه ومتدرج بزياده 50 جنيه لكل مستوى وظيفي وصولا الى 900 جنيه للدرجه الممتازه. حلو. بتكلفة سنوية قدرها 37.5 مليار جنيه. يعني احنا كده عندنا 11 و37 يبقوا 48 مليار. مظبوط يا فندم. عندنا بعد اذن سيادتك بعد كده عشان يضمن زياده كحد ادنى لكل موظف في كل درجه، فاقر زياده بحيث ان الحد الادنى لاجمالي الزياده للدرجه السادسه او الخامسه او الرابعه ما تقلش عن 1000 جنيه، والدرجه الرابعه او الثالثه او الثانيه ما تقلش عن 1100، والدرجات مدير عام او العاليه او الممتازه ما تقلش عن 1200 جنيه. وده بيضمن زياده حقيقيه في دخول هذه المستويات الوظيفيه بما لا يقل عن بالتدرج زي ما بقول لسيادتك كده 1000 او 1100 او 1200 وفقا للمستوى الوظيفي. ده هيعمل حضرتك معانا حوالي 5.5 مليار جنيه سنويا. 53 مليار ونص. تمام يا فندم. في نفس الوقت سيادتك كان فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالقطاعات بعض القطاعات الوظيفيه الهامه اللي لها تاثير على حياه المواطنين المصريين زي الصحة والتعليم لارتباطهم بالتنمية البشرية بمعنى صح. وسيادتك
لان ده القطاع اللي هو بيخدم على قطاع عريض من المواطنين. طبعا سواء كان تلامذه مدارس او اعضاء او طلبه جامعه او مريض في مستشفى او في وحده صحيه. فكان الاهتمام بمحورين في هذا القطاع. المحور الاولاني سيادتك ان هو حسن اجور اعضاء هيئه التدريس بالمدارس والمعاهد الازهريه بزياده بدل المعلم وحافز الاداء ومكافاه الامتحانات بفئات ماليه تتراوح من 325 جنيه ل 475 بتكلفه سنويه قدرها 8.1 مليار جنيه. هايل. اما بالنسبه سيادتك لاعضاء هيئه التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثيه باعتبارهم هم دول يعني عقول مصر المفكره وهم دول اللي ينقلونا نقله مهمه جدا، فكان الاهتمام بتقرير زياده في حافز الجوده ومكافاه التدريس والاشراف على الرسائل العلميه بتكلفه سنويه قدرها 1.6 مليار جنيه. عظيم. الجزء الثالث سيادتك خاص بالقطاع الصحي. كان الاهتمام بالقطاع الصحي بزياده بدل مخاطر المهن الطبيه بفئات ماليه تتراوح من 250 الى 300 جنيه، وفي نفس الوقت سيادتك مضاعفه بدل السهر والمبيت وده تكلفه هذه الاجراءين 4.5 مليار جنيه. هايل. كان الاهتمام برضو توجيه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو التوجيه للانشطه او الاعمال او المهام اللي لها علاقه بالاداء عشان يضمن الارتقاء باداء الموظف سواء كان الموظف العام او الموظف اللي بيقدم خدمه صحيه او خدمه تعليميه. معايا سيادتك؟ عظيم، انا بسمع طبعا. الجزء الثاني سيادتك كان زياده المعاشات ب 15% وهي الاعلى في تاريخ مصر برضو بتكلفه اجماليه قدرها 74 مليار جنيه بيستفيد منها 13 مليون مواطن. عندنا برنامج تكافل وكرامه كان زيادته 15% بتكلفه 5.5 مليار جنيه علما بان تكافل وكرامه كان شهد زياده صحيح في شهر اكتوبر الماضي وشهر ابريل الماضي بنسب وصلت 40% وبالزياده الجديده وصلنا لاجمالي زياده خلال سنه 55% من قيمه المعاش. وبالتالي هو في تخصيص 41 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامه في موازنه العام المالي 24-25. يعني المعاشات بس 74 مليار وتكافل وكرامه بس 45 مليار، صح كده؟ لا لا، زياده المعاشات تكافل وكرامه سيادتك 5.5 مليار. 5.5، اوكي. تمام كده. كان برضو فخامه السيد الرئيس كان اهتمامه بالموظفين بصفه عامه سواء كان موظف في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، فوجه برضو برفع حد الاحصاء الضريبي من 45,000 جنيه ل 60,000 جنيه. وخلينا نقف حته شويه كده في الاحصاء الضريبي عشان بتهم القطاع الخاص سيادتك. طبعا. يكفي ان حضرتك ان احنا نذكر سنه 2013 كان حد الاحصاء الضريبي 12,000 جنيه. احنا سنه 13 بالظبط، كانت سنه 13 6 كان 12,000 جنيه. وصلنا بناء على توجيه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ل 60,000 جنيه. اسمح لي برضو بعد اذن سيادتك اقول لك اربع اضعاف الحد الضريبي، حد الاعفاء بالظبط كده من 15 من اسف لا مش اربع اضعاف، من 13 ل 24 طلعنا من 25 من 12,000 لحد 60، اكثر من اربع اضعاف. خمس امثال يا فندم. خمس اضعاف. خمس امثال. خلينا بعد اذن سيادتك برضه نقول نركز على الفتره الاخيره ان في يونيو 2023 كان الاحصاء الضريبي 24,000 جنيه. زاد في يونيو 23 من 24 ل 36. في اكتوبر 23 كان في زياده في حد الاحصاء الضريبي بناء على توجيه برضه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 36,000 ل 45,000. التوجيه الاخير اللي صادر عن فخامته كان رفع حد الاحصاء من 45 ل 60. باختصار عايز اقول ان في السنه الاخيره من يونيو 23 حتى مارس 24 في زياده من 24,000 ل 60,000، فهي زياده تمثل 150%. وده على فكره هذا التوجه في الاخير بيفقد الخزانه العامه 5 مليار جنيه، فدي تعتبر من ضمن التكلفه اللي بتتحملها نتيجه استفاده قطاع عريض جدا سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص. يعني دلوقتي حد الاعفاء بقى كام معلش يا دكتور مره كمان كده؟ 60,000 جنيه سنويا. 60,000. طب مش انا لما بحط الحدود بتاعه الاعفاء دي بقى هنا ده سؤال، هل ده بيؤدي الى زياده تشجيع المواطن او الممول زي ما بيتقال كده في مصلحه الضرائب على انه بيروح وبيقدم اقرارات وبيدفع الفلوس طبعًا اللي عليه، وبالتالي بيزود لي الحصيله الضريبيه في الاخر؟ بالظبط، هو ده الهدف سيادتك ان يبقى فيه شفافيه وفيه انصاف برضه في تحسين دخول برضه الموظفين. طبعا هو تاثيره على المدى البعيد تاثيره ايجابي على الخزانه ان يبقى فيه بمعنى صح يعني زي ما سيادتك قلت كده الاقدام على تقديم الاقرارات الضريبيه، وده الهدف على فكره من الاجراءات في التحسين ان هي تبقى فيه مبادرات من المواطن ومن الشارع نفسه ان جوده الاداء او تحسين الاداء الوظيفي
بصفه عامه، يعني احنا لما يبقى في تحسين في الدخل لابد يقابلها سيادتك في اداء على مستوى عالي طبعا للموظف العام طبعا. خلينا اقول برضه حضرتك حاجه مهمه جدا، ان على الجانب الوظيفي كان فيه تخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120,000 من اعضاء المهن الطبيه بواقع 30,000 والمعلمين 30,000، بالاضافه للاستعانه بعدد 50,000 برضه من اعضاء هيئه التدريس في قطاع التعليم قبل الجامعي، و10,000 في الجهات الاداريه اللي بتعاني قصور في العماله والاحتياج ليها في ظل التحول الرقمي وفي ظل الوظائف والمتطلبات الشغل الجديده واحتياجات الوظائف التكنيكال في اداره دولاب العمل الحكومي. بالمناسبه هي فكره ضخ دماء جديده من العماله هدفها برضو ان احنا التوسع في عمليه الاتاحه وعمليه الجوده في العمليه التعليميه والعمليه الصحيه طبعا. ده برضو من ضمن المحاور المهمه جدا سيادتك. المعلم والطبيب، انا عندي احلى من كده. انا دكتور عايز اشكرك جدا 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 على المكالمه وعلى هذه الارقام الحقيقه. اشكرك جدا دكتور احمد سيد وكيل وزاره الماليه.